نقولوا لصاحب الجلالة عيد سعيد وتنهنيوه على عيد العرش وعلى هاد 20 عام تاع العرش نتاعو وعلى العمل الجمعوي اللي احنا هذا الاتحاد يتكون من 6 تعاونيات الحمد لله لهم غريك 15 باش تكون هذا الاتحاد. وحقيقة اللي هي الحقيقة ما ننسى هذه المؤسسة كيفت معانا وكفر ما بدو نوصل. السلام عليكم. أول شيء سيد أحمد وسيد اتحاد رائدات الجنوب لإنتاج وتسويق كسكس بالداخل. هذا الاتحاد الحمد لله أسس هذه السنة في 6 تعاونيات الحمد لله وعدلنا اتحاد. هذا الاتحاد الحمد لله سوقنا الحمد لله منتوجنا وطنيا ودوليا الحمد لله دائما السوق الحمد لله هناتية الحمد لله مولانا شاكرين والحمد لله. هذه المؤسسة الله يجازيها بالخير إن شاء الله. تعاملت معنا معاملة زينة. أولا تعدل معنا تكوينات كيفاش نسوقه وكيفاش نتعاملوا مع الزبون وكيفاش ندخلوا السوق وكيفاش نهيشوا. وثانيا الحمد لله عاد تقبل من عندنا كمية. مرة الأولى قبت من عندنا 60 ومن فم قبت من عندنا 80 وماشية طالعة الحمد لله. اليوم وصلنا 200 كيلو الحمد لله اليوم ونشكرهم حتى على هذه المبادرة الطيبة اللي عدلوا لنا. رانا شاكرينهم شاكرين ذو المؤسسة قبالة وشكرا. أولا كنبغي نشكر المؤسسة اللي فتحت لنا باب ديال التكوين اللي كتهم بالخصوص التأهيل ديال الشباب ينفتحوا على المشاريع بحكم ان الشباب هادو يعني تنقصهم التجربه في هذا المجال هذا الا الاستفاده من مجموعه من التكوين اللي بطبيعه الحال غادي تساهم في انجاح المشاريع ديال هؤلاء الشباب. بطبيعه الحال الشباب معطلين مجازين معطلين اغلبيتهم ولهذا يعني تم الانفتاح لهذه المؤسسه لغرض انجاح المشاريع. ساره بريد مستفيدة من الدورة التكوينية اللي دارت لنا الفونداسيون ديال كينغ بيلاجيك واللي استفدنا فيها ياسر من المسائل على كيفية تأسيس كيفاش شنو هو البروجي أولا كيفاش يمكن لك أنك تكون بروجي وفعلا استفدنا استفادة زينة الحمد لله وكانت أستاذة متمكنة وكنشكروا الفونداسيون ديال كينغ بيلاجيك والسي الزبدي اللي هو على رأسها. اليوم تنظم مؤسسة كينغ بيلاجيك مائدة مستديرة حول العمل الجمعوي وهذا يندرج في اطار برنامج المؤسسه حول تفعيل العمل الجمعوي بجهه الداخله واد الذهب. واليوم صادفنا مجموعه من الفاعلين الجمعويين النقاش حول المشاكل اللي يعانوا منها هذه الجمعيات وان شاء الله هذه المائده تستمر أكثر مدة يستفادوا منها أكثر جمعيات وهذا هو هدف المؤسسة في تأطير الجمعيات بجد داخلة وذاتها.